ابرز اخبارك؟ بخير الحمد لله. ان شاء الله تمام. والله طيب الحمد لله. نوره والله يا. والله بينورك ابرز. الله يسلمك. مبسوطه انه انا اكون الليله ضيفه معاك البرنامج الحلو الظريف الدم خفيف. والله انت دم خفيف يا ريما. والله يسلمك. والله الاخبار كلها تمام؟ والله طيب الحمد لله. الحمد لله والله. يا ريما انت رجعت البومبان وكده حدث كل السودان. معقولة للدرجة دي؟ والله للدرجة دي واكتر السودان وبرسودان. تسلم والله تسلم. انت اول مرة رجعت فيها بومبان متين كان يا ريما؟ لانك لا خفتي من التاتشر لا خفتي من البومبان عرفتي؟ والله يا برنسة انا من بداية الثورة دي طلعتها فبقى بومبان يعني في حتات كثيرة بس ما محددة، لكن انا تقريبا كده اول مرة رجعت في السوق العربي لانه كان اول موقف في السوق العربي طلع رجعته لما البومبان ده يعني دي قريب مني قمت رجعته بيه كده بورين. دي اول مره ترجع فيها يعني انت معناها تديني شلو تعريفها بتقطع عليك العيش؟ لا لا يا معقوله العب يعني الفيديو ذاته اللي انتشر ده ما اول مره فيه انت كان ترجع هو ما اول مره وكده يعني لكن ده بس الحاله في الحظ كده انه اي بس فهو حاله في الحظ انه توسع وكده لكن يعني زي ما بقول متعوده الحين انا اساسا يعني ما برجع بومبان بس لكن بقود مواقف يا سلام يا سلام. يعني البومبان بالنسبه لك بخور تيمن؟ والله بخور تيمن. يا سلام يا ريوغا يا ريوغا انت بطله وبقيت لاي زول عجوبه الحين كمان عشان تعرف حتلقى صعوبه والله يا برنس ليه بقول حرام عليك والله حرام عليك حرام عليك والله يلا هي الشغله ما عندها علاقه بالايرس ولا كذا ومره رجعتي انت والله ايرس مظاهرات لا لا بدي دور من ادوار الثوره كنت بقول بيرس وعن كسمه ومسك ما عنده علاقة بينك رجعتي مبان ولا رجعتي دانا؟ والله ما عنده علاقة بس دور من دور الثورة الناس كلها عارفة رفقة البيت اللي رجعت البومبان لكن برضه حابة تعرف يعني انك انت ساكنة وين؟ بتجري وين؟ كده يعني انا اسمي رفقة عبد الرحمن محمد الطيب ساكنة الحلفاية بحري حلفاية الملوك واقرا جامعة الخرطوم مع السكر والمستقبل يا سلام ما شاء الله برلوم عادل من كيزي رجعت البيت شفت الفيديو البيت الرجع هذا البومبان وكذا صراحة كده حصل لك شنو اندهشتي ولا كنت متوقع على الحاجة دي يعني والله يا البرنس أنا الفيديو ده شفته يمكن يعني ما بعرف يعني شفته على الموقف بنص ساعة أو حاجة بشكل ده لأنه طبعا كنا مشتبكين مع الحكومة وكذا كان في اشتباك تقيل فكان في بومبان تقيل وكان بس ما توقعت إنه كذا كان بيسوي لأنه ما في صوت كان فاضي صح لأنه الوقت ذاك صح ما في تليفون عنده المهم بعد الاشتباكات خلصت كذا قمت رجعت من شارع حق الشباكات حق البومبان التقيل ده ورجعت محل الموكب الرئيسي مشيت انا ماشي في شارع طبعا على الكوريكو يا كان ذاك اصلية والله شفته؟ اي في شارع جايبة مبوسة كده ماشي متوسطة كده 9 لقيته في شارع فقامت قلت والله يا ريبو الفيديو حقي عامل رن في الفيس وكده قلت لها الفيديو حقي قلت لها الفيديو بتاع البومبان وكده يا سلام طلع تليفوني ورني الفيديو شفت هيك الفيديو كده يا زول شفت هيك الهاشمية كيفته هو كان منا موعد خلاص موقف ارتكوه وكده منا مشينا موقف خلص كده وانتهى ومشيت البيت يا سلام مشيت البيت وريته منه وقلت له معي ليش شفتك ومتعمل شيء يا سلام يا اخي يا سلام مظاهرات وكده الله يفخر هو بيراعي طبعا تعبان ومواقف وكده مرة كنت لازم بتعمق في الحاجة يعني انك تمشي ما عندهم ما عندهم مشكلة انه احنا كلنا زي ما بيقولوا هدفنا واحد سوريين هدفنا واحد يعني طالعين عشان حاجة واحدة يا سلام فالمهم لما بيجي طبعا تعبانة وكذا بكون عايزة انوم بتذكر الحياة اللي بتحصل في المواقف او الضرب لانه انا البومبان ده ذاته يعني عنده اثار بتطلع يعني صح صح كنت بتعب منه شديد حتى بتذكر انه انا كم مرة البومبان ده كان مره بيضربني مره بيقلي مني شويه بتذكر حالي كنت بتضايق شديد بتقوم من امك لوحدك؟ لا بتخيل عليه كل ما عليك الله في البيت ده حتى لو شغل بخور سي بتقوم مخلوقه والله بتكون رجع حق الموخر كمان لا لا ما اقول الدرجه انت اصلا شجاعه وما بتخافي ولا ضبرك على الثوره وسمو الصوار الخرافي والله يا برنس بصراحه يعني ممكن تكون دي حاجة شويه قديمه عندي من وانا صغيره يقولوا انه انا زوره كده يعني سخنه زوله حارة حارة طريقة شكلي ما بيحب لي كده نهائي لا لا والله يعني متغرسنة بالبيت وكده طوالي ناس بعد هالي كده بلاوز ومن خاف مني ما أنا ذلك ولا ذلك كلهم بخافوا العائلة كلها مشرحة أي مكان يا سلام يا
هم زادوا بيعملوا لك ايش في حساب كده؟ والله قاعدين يلاقوا زميلي بخاف مني عليه كده لانه بيضربوا ظلم وشككوا؟ شنو وشككوا؟ صرصر عليهم يعني كده بيقول لك وشككوا؟ عادي قلت لك بيلاوزوا مني عادي تقريبا غادي بيخطوها عادي في اي عده بترك لهم 93 حسب المكان يعني صح؟ 93 دي عرفها يعني الزول اقول لك كيف؟ المكان مثلا بيكون داير حته تكون انت جادي فيه او مكان حته تكون انت هزلي فيه بيقول لك خلي الزول ده مركب لنا معلوم صرصر لنا كده ده هرشني ليلة ولا شنو كده يقول لك 93 وشرحت يعني زي شرحتهم كده اي بالضبط كده يعني فهمتي؟ يعني مثلا مثلا لما يكون في وقت جادي كده بكون جادي يعني وقت ضحي صار بس دي هزه بهزه وبتونس بس دي 93 ذات تعرفها لا خفت من البومبان لا خفت من البوكس الحركات دي ما طير منك ما طيرت منك كثير والله برز عين تكملوها انا والله ما زلت بتاعت اكس ولا احسن انا زلت بتاعت اشتباكات زلت بتاعت غرس انا زلت بتاعت حاره الله يقول لك شيء انت ما بتاعت حاره اقسم بليتي الحاره ذاتها كويس يا رغا في الميدان انت كنداكه ها في المبدا بشيل مفراكه اي انا بشيل مفراكه وبشيل ابو الغاز وبشيل زول ذاته هذا لا يا ريما الله يا ريما نورت يا والله وشرفت يا والله بنورك والله تسلم والله تسلم ضحكتك الحلوه والله تسلم يا ريما ريما البيت بس ثانية بجد حديث كل وكالات الانباء والقنوات العالميه انت في كم قناه استضافتك والله بالنسبه صراحه يعني عندي كذا قنوات استضافوني فيها لكن يعني ما اعرف من برامج ده من اجمل البرامج اللي انا استضافوني فيها يا اخي تسلمي والله لانه يعني بجد الزول بياخذ ساحته في الكلام كده ونسى شفافيه وخفه بتاعت الدم يعني ما في عقد بتاعت كاميرات مباشر قلت وما قلت ونسيت فشنو الزول بيتكلم شنو في ونسه الطبيعيه يعني حتى كان هنا ولا في برنامج ولا برا البرنامج يعني ونسه طبيعيه يعني الزول بيشوف البرنامج تلقاه هو برا نفسه اي بس يعني الحاجه المحلي البرنامج بيضحكك الحلوه والظريفه المحلي البرنامج ده كله الله يتسلم يا ريو طبعا يا ريو الناس كلهم بيقولوا يا برنس انت قلنا الضحك هو ما عارف انك انت بتضحك ذاته لا والله الله يتسلم يا ريو والله يا ريو نورت يا اخو شرفت يا اخو والله وربنا يوفقك ان شاء الله يا اخو في حياتك كده يا معلم ان شاء الله ونسمع بك مهندسه كبير كده قدامك ان شاء الله يا رب العالمين يا ريو تسلم والله ما قصرت الله يديك